في اي بلد في العالم، اي مطار هتدخله او اي معبر حدودي هتدخله، في حاجه اسمها موظف جمارك او قسم خاص بالجمارك. مهمه القسم ده هو تفتيش البضائع والركاب وكل ما يخصهم من امتعه او مركبات لو انت جاي مثلا بسيارتك من بره. التفتيش ده بيكون يا وقائي او شخصي في حالة الاشتباه، ومن الصلاحيات ان هو يعمل محاضر ضبط في حال وجود بعض الضبطيات لمنع دخول او خروج كل ما هو ممنوع او محظور او مقيد طبقا للوائح والاجراءات الجمركية اللي بتجهزها القوانين والتشريعات في البلد اللي انت مفروض ناوي تزورها. الموظفين دول من المفترض ان هم بيملكوا مهارات عالية جدا في التحدث والتعامل مع الزوار، وعارفين كويس احدث الطرق في التعامل مع مواقف الطارئه، واللي من المفترض ان يكون لها اثر مباشر على زياده رضا الضيف ده او حتى المواطن ده وهو راجع الدوله وابنائها العائدين من الخارج. فده اللي المفروض بيحصل، بيبقى عارف الموظف ده هو بيتعامل مع الناس ازاي وبيتعامل معاهم بشكل محترم. ولكن في مصر احيانا بيحدث عكس ذلك تماما. الروائي يحيى الجمال كان راجع من باريس وحكى في تويتر موقف حصل ليه مع موظف الجمارك في مصر. قال فيها: موظف الجمارك في المطار، بقالك قد ايه في باريس يا يحيى؟ انا اسمي يحيى او اسمي استاذ يحيى مش يحيى. بعيدا عن عدم جدوى السؤال، متى اصبحت قلة الادب شيئا عاديا ومستحل من اي شخص عنده سنتوفة سلطة في مصر؟ ده اللي كتبه الروائي يحيى الجمال وهو راجع من باريس رايح مصر، وبيتكلم عن معاملة الامن المصري او موظفين الجمارك المصريين. تويت علق عليها ناس كتير من ضمنهم الدكتور محمد مسلم اللي قال: أنا أستاذ جامعي في كلية طب وأمين شرطة في أي كمين مروري أو في الجوازات أو في الجمارك بيقول لي يا محمد، وأنا بقول له يا باشا كويس ما طلبش مني سجدة شكر. المنطق اللي اتكتبت بيه التويتات دي أثار جدل لشريحة كبيرة جدا من رواد التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة بعد أن أستاذ حافظ كتب بوست حكى فيه تجربة مشابهة للتويتات، وابتدى كلامه بتساؤل بيقول: هل هي ثقافة سلطة أم ثقافة شعب؟ والبوست طويل شوية، وكان بيقول إن هو معتقد إن هو كان مبالغ في حساسياته وضيقه لما كان موظف الجمارك في مطار القاهرة في كل رحلة وكل زيارة ليه يسأله بكل أدب وهو بيقلب جوازه: جاي منين يا حافظ؟ أو قعدت في واشنطن قد إيه يا حافظ؟ وكان بيستغرب إن هو بيناديه باسمه الأول. كان بيتكلم في البوست بتاعه عن حتة مستر وسير اللي بتستخدم في بعض الدول، وكان بيتساءل في الآخر وبيقول: المفروض ان كل المعاملات اللي بتحصل بيبقى فيه زي طلب اذا كان ممكن يناديني بالاسم الاول ولا لا، في القاب ولا لا، او المفروض بيكون المعامله بالمثل. بيقول بعد ما حط البوست ده الجدل طبعا زاد اكتر على السوشيال ميديا، وبعض الناس شافت اللي بيتمسك بلقب استاذ او دكتور ده شخص متكبر، وناس تانية كانت شايفه ان حقك ان انت يحصل معاك حاجه زي كده. حاتم مثلا بيقول: المفروض يقف يدي تعظيم سلام لحضرتك والتحيه العسكريه والسلام الوطني عشان انت شايف نفسك ان هو ده التعامل اللي تستحقه عشان مناخيرك مرفوعه لفوق وكأنك شيء يستاهل. سبحان الله او سبحانه، ياما هتعيش وتشوف ناس عندها نقص حتى في ندهه اسمها. ده تعليق من حاتم. برضه تعليق تاني من مستر احمد بيقول: بما انك جاي من باريس فمفروض ان تفكيرك اكبر من كده، وخصوصا ان هناك ما فيش القاب، انت ممكن تنادي مديرك او حتى حد اكبر منك سنا باسمه مباشره ومش هيزعل ولا هيقول عليك قل الادب ولا هو اي نقص وخلاص. محمد ابراهيم بيقول: انا اشتغلت في شركات عالميه وكان من اول واكبر راس فيها لغايه الاوفيس بوي بالنادي بعض باسمائنا عادي جدا وما فيش حد بيستخدم القاب، مش فاهم ايه يضايقك في حاجه زي كده. بعض الناس برضو حكت مواقف مشابهه اللي بتدل على انها ثقافه سلطه وملهاش علاقه بالشعب او الشعب بيتعامل ازاي. مثلا ميت ديب بتقول: احنا كزملاء في العمل في امريكا بننادي على بعض الاسماء الاولى ان لم يطلب غير ذلك وهو نادر، لكن عندما اتحدث عن مديري شخص ما اقول مستر والاسم الاخير وكذلك دكتور والاسم الاخير، ولو حصل على درجه دكتوراه ده بروتوكول عالمي، وكذلك عامل النظافه يشار له في الايميلات بمستر والاسم الاخير.